السلام عليكم، مرحبا بكم في درس جديد وحصة جديدة سور كيزاكو.com. اليوم غنشوفو كيفاش تكتبوا هاد جدول الضرب. بحال هذا نديرو واحد بروغرام لونغاج سي اللي غيافيشي لينا في الريزولتا حتى جدول الضرب. مثلا في هاد الحالة انا خديت جدول الضرب ديال 5 من 0 حتى 9. في هاد التيب بروغرام غنستعملو لا نوسيون ديال لا بوكل. علاش؟ لان هنا كيبان لنا نفس الحاجه كتعاود. شنو هي نفس الحاجه كتعاود؟ ان كنكتب واحد العدد كنكتب فيه 5 كتساوي 0. اوكي، على بركه الله نخلي هذه هنا بالنسبه لينا. اول حاجه غنحتاج واحد لونتي اللي غنسميه اي، بما اني غندير بوكل. انا واحد لانديس دو لا بوكل، غنبقى نبوكلي عليه. انا اش بغيت نافيشي؟ انا بغيت مثلا بغيت نافيشي 3 مضروبه في 5 كتساوي 15. يعني غنكتب برينتف ياك بورسونتاج دي في بورسونتاج دي كتساوي واحد البورسونتاج دي. بورسونتاج دي يعني قلنا كنديرو بور لي زونتي، يعني الاعداد صحيحه طبيعيه. عندي هنا 3، ها هو ثاني كيجينا واحد لونتي اخر كنحطو هنا، ها هو هنا اونتي اخر كنحطو ها هو. دابا بقات ليا شنو غنحط في كل واحد من هاد لي زونتي. 3 الا لاحظتو كيبقى يتزاد بواحد، يعني لا بوكل عندي كتانكريمونط، يعني لانديس لا بوكل كي انكريمونطي بواحد. نقدر نعتبر هذا هو لانديس ديال لا بوكل ديالي اللي غنسميه اي. في الدي الثاني كتمثل 5، كتلقاو هنا 5 ما كتبدلش. اذا نقدر هنا مثلا نسميه ندير فاريابل نسميه ملتيبل ونعطيه ك قيمه اوليه 5، يعني فالور انيسيال 5. ونكتب هنا خذ ليا لا فاريابل ملتيبل. وهاد 15 شنو هي؟ ما هي الا هدف هذا كتب عليه هنا ديريكتومون، يعني هي اي في ملتيبل. اوكي، دابا في كل سطر خصك تكتب ليا هذه. دابا البروغرام ملتيبل عارف قيمة ديالها 5، ولكن اي ما عارفش. اي قلنا كتغير من 0 حتى 9. واش اللي نديرو؟ نديرو مثلا لابوكل فور، ندير اي كيبدا من 0 كيمشي الماكسيموم عنده هو 9، يعني انه ما خصوش يفوت ليا 10، وكيت انكريمونطا بواحد. وهادي نديرها وسط البوكل. حاجة أخرى اللي ما خصنيش ننساها، واش كنقول ليه هنايا؟ دابا راه كيكتب 0، يعني بور اي لعودنا اي بصفر اش غيدير ليا هنايا؟ غيكتب ليا 0 5، 0 في 5 هي 0، ولكن كيكتب هادي كيرجع السطر. هنا في نوت باد بلس بلس كاين واحد لو سامبول هذا، الا كليكيتي عليه شي كيوريك لي صودلين سي ار و الف. هاد سي ار الف يعني كاريج ريتيرن في لونغاج سي، كنمثلوها بحال هكا هي ديك سلاش ان اللي كنا كنديرو حنا باش نقص سطر. يعني انا نقول ليه كتب ليا هادي ونقص سطر، كتب ليا هادي ونقص سطر. دونك كومونتي هاد لالين، كنا باش كنكومونتي كندير دو سلاش ونيكزيكوتي هذا ونشوف واش غيعطيني. ياك اول حاجه قلنا كنكومبيليو ما سينيال حتى شي حاجه، جيكزيكوت داكشي اللي مطلوب مني هو اللي كاين هنايا. انتم لاحظتوا 0 في 5، 1 في 5، 2 في 5، 3 في 5، وكيعطينا هذو الضرب ديال 5. دابا انا البروغرام ديالي هنا درت ملتيبس درت 5 مثلا، قلت لي عطيني الملتيبل ديال 8. حتى انا اكسبر خرجت هادي برا باش هاد المضاعف هنايا نبدلو ندير فيه اللي بغيت. دونك جو بيلد وكندير ران. هاو اش كتلاحظوا كيعطيني جدول الضرب ديال 8. سي اون كرو هادشي اللي كاين في الحصه ديال اليوم. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا، ونضرب لكم موعد في حصه اخرى ودرس جديد سوكيزاكو.com. كان معكم رضوان، السلام عليكم.